تعال لا 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 تعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن من قناة نيو كومنتر جيم. يا ريت إذا عجبكم المقطع تعطينا أحلى لايك، وإذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطينا رأيك فيها وتشغل جرس الإشعار، وإذا حابب تدعم القناة ماديا هي رابط البيبال تبعي، ومشكورين كلكم. يلا نبلش. ورجعنا يا شباب على السفينة، سفينة الموت اللي سميناها حسب المرة الماضية. ركبنا شراء احنا صحيح، ويرنا نايم. اوكي، اول اشي مشكورين للشباب اللي بعتولي على القناة. ايش هذا الكرسي؟ استنى سوري. ايش فائدة الاطفائية؟ طلعت انه رح يصير حرائق في السفينة، فنقدر نصير نطفي فيها يعني. ايها، وبقول لك الشراع يستخدمه لما يكون هذا يعني تبع الهواء شغال. فصراحة هلا شغال يعني، قال عشان ما نستعملش كتير وقود بنزين. هيك بدنا احنا وقود. هات نستعمل الطابة هاي. صح، وقالوا على الحبال اللي على اليمين وعلى الشمال قدام السفينة هاي نستعملهم لشو، نسحب السفينة او نربطها في اشي. منظر بجنن. هات نطلع هون. المنطقة القاحلة في شيء اشي. اوكي، هذا سفينة ولا ايش بالطريق؟ ايش هذا؟ اخيرا هاي باص. اوووو بلاش تطبقني. راح يعني حالي مشهد التايتانيك. ماشيين على الفاضي ولا ما بعرف وين رايحين احنا. اوكي، في اثار شحوم على الارض. اوكي، بلش تبين شغلات. هذه سفينة. صح يا شباب، قلت لكم في الحلقة القادمة الماضية تكتبوا لي رأيكم في اللعبة، ففي كتير صراحة ردود حلوة كانت. بس ايش يا ربي، بدي تعطوني تقييم يعني من 10. انا هذه الطريقة بحبها. استنى. خبطنا. كسرنا المنطقة احنا. هلا خبطنا. لا. يا الله، ابنا. طب شو الحال؟ هذا اظن هيك خلاص. ننزل بتاعته. وين اروح؟ ايش اربط؟ تعال هون. تعال، احنا مش مرتبين المنطقة. تعال هترتب هدول. لا تعال. اوكي، مين طلب منك تفتح الباب يعني؟ خليك انت هون، ضلت واحدة. صح، في واحد من الشباب كتب لي انه بقدر استعمل الشغلات الغريبة فلاقيها بالطريق كوقود. ايش هذا؟ في مخرج من ورا. اوكي، كنت اجيب هدول اللي تحت، اقدر اجيبهم. في شناتي واغراض. ايوه، هات ناخذهم. ما بيعرف الواحد شو بيصير معه. ايش هذا المحرك؟ شكله انحرق. انحرق هذا. طب شو العمل؟ شو كده اصلح يعني؟
ناخد هاي. يلا يا ولد. اوكي. في طيب. في درج هون. اوكي هات نكبر لانه مش كبر. شادي انه طابي ولا اشي. خليك هون. هات نروح تحت. مطعم العجل. لا بدناش اشي نكسر. شو في هون؟ ايش هاي؟ جرس. طيب في كبسة هون. انا كطلعت يعني. هات نحطه هون. بعرفش اذا قدرنا نتحرك نرجع ناخده. بديش اضل الوف. والله مشهد حلو. راحت خلاص هيك انفتحت الطريق. هات ناخد الجرس. خلاص يعني هيك وصل على الارض تحت. طيب كيف نصلح هذا؟ مش عارف. امشي من هون. هون عندنا علاقة. اوكي خلصنا هون. According to wikipedia.org. استنى هون. اوكي هات الرتب هدول. روحوا هون. في طابة هون نحطها هون. نحاول نطلع. يلا يلا. طيب مشيت معناها تعطي شرار. طب استنى ما دام تبع الهواء موجود يعني نقدر نطلع عن طريق الشرار. يلا ليت جو. بالجمش يعني نطلع. شو اسمه بالبنزين هذا؟ صوت الكرسي مدمر المنطقة عندي. إشارة ستوب ولا تقلق. امشي. صنع سفينة. اوكي هذا التايتن فينها. طيب هيك فتحنا الطريق. اوعى ما تنكسر. اوعى. صراحة فكرة اللعبة حلوة بس غريبة. المهم ما بيعطيك ايش بتعمل. رمض خمس سفينة يا عالم. طب هات نعطي طاقة عن طريق الاكسجين عن طريق البنزين. اطلع اطلع سير دبل السرعة. لا 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 انا بدبل انا بدبل انا بدبل. الشراء الشراء راح نكسر بعتقد. اطلع بركي فكرة اذن هيك. تعال وقف بس وقف. اوكي هيا حصلنا على الوقود. هات نضبهم هون. انا مليان لسه برا. مش وقود هم وحصائر. اوكي هون ناخد هاي. فكرت بقدر احط المحل ثاني. لا اطلع. معانا وقود لست سنين. هاي الطابة هاي. طلعت واحدة بس. كيف تصلح المحرك؟ يضل يطلع صوت شرار.
مش معطي حتى الطاقة الكافية. اوكي خلص هيك احنا جاهزين. وين اروح انا هلا؟ يا والله نازل. اوكي بلشت الموسيقى. والله المشهد بجنن والله. طيب انا ايش؟ لا كله تشغل ايش هي؟ معقول تحط لها بنزين؟ ولا هون؟ والله اوه ارتفع الجسر. طيب علينا كمان ضوء. هات نرجع خلي المصباح نحطه على السفينة. أسرع ياض أسرع. هاي هاي تنزل الجسر. اوه اعتقد بقدر انط انا صح؟ هاي صح حبيت الباراشوت الطويل هذا بقدر عليها هون؟ لا وين احط المصباح؟ لازم اعلق المصباح بمحل. هات نحطه هيك خلص بدو المنطقة هون نعرف قديش معنا وقود. هات نمشي يلا العب يلا. يلا ان شاء الله ما نكسر فينا الجسر. اوه نسيت الستيم الستيم. اتوقع بقدر اكسره. اها لا اطلع يمكن عشان الستيم. انا بظن انسى الستيم. طب بالك يعني اذا حطينا عليه الاطفائية ممكن يطفي. ليه؟ لا تعال صار لاقي غريب باللعبة هلا بعرفش ليش. يلا اطلع شباب نمشي هلا. طب ضرر ما علينا زي ما قالوا لنا الشباب ما دام فيش هوا برضه فوق على المروحة بنسحب شد. قصتنا طويلة بعيننا الله. لا فيش وقود إلا عن الهبل بس. عنا الغباء احنا وصل درجات عالية. هاي بقول بطلع برا على الهاي فيش بنزين. استغفر الله العظيم. هات نتفرج من برا شوف جمال الطبيعة. ستيم يا شنب. بقدر اخذ هاي؟ تعال لا 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 تعال وقف تعال ولك تعال مش بالارض تعال. ان شاء الله بيفضل ان شاء الله بيفضل. الحمد لله الحمد لله. شايف طمعت بالبنزين. الله يفضي الهبل بس طمعت في البنزين وراحت علي. منيح ما راح كان البنزين فل كان ما لحقناهوش. الميكانية ستيم ستيم ستيم. عن جد تسرح. ايش رجعت الكبسة
والله ماني المفروض مش لازم اتركهم هذول. وقف هات نرجع ناخذهم، لازم ناخذهم يا شباب. ليش صارت الدنيا عتمة؟ هذا طقس مخيف مع الشتاء. هلا شكله في اعصار والله. ضلت واحدة، تحملونا يا شباب تأسين تأخرناكم. محطوط على الار ماكوست على الار يعني اليافطة، اعتقد ارما هي كلمة بالعبري ما دام احنا عايشين في عند اليهود. محطوط على اليافطة كوست يعني على الشاطئ. يلا هذا شتاء. لا اطلع اطلع. وين لازم شو حوقف؟ اطلع اطلع والله ماشي. اسرع اسرع اسرع، ننطل اذا بنوصل على محل اتخبى. هذا شتا مع اعصار. اشتيم اشتيم راحت كمان وقود. يلا يلا اطلع. ضربة الصاعقة في الحديد. ستيم ستيم. عملت اللعبة سيف يعني في اشي. هلا جايينها بدنا كمان وقود 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 وقود. لا 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 كيف هذا؟ انحرقت انحرقت انحرقت. اطلع 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 اطلع. لا اله الا الله انحرقت فقط هيك. دمرت المنطقة. نعلق المصباح هون. هات نحط كمان وقود. طب كيف بدنا نصلح؟ احنا هيك تكسرت نص الشغلات. ممكن في النهاية يعني ممكن راح نترك السفينة هاي. احنا مكملين. من ناحية وقود انا مش خايف، معاي كثير. اه راح اطلع على السطح. امشي امشي توقف. اه هيك بديك. هاي وقود اخذهم ولا ما اخذهمش؟ كده اخذهم ممكن ينفعونا. انا بستخدم فيها عشان اعبيها فل. اذا ما احط تنتين فراح يستهلكهم بسرعه. والله صار رعب هلا هيك. بكره العتمة انا. اطلع يلا اطلع يلا ما تطلع يلا. يلا لا بلاش تفك هي شباب. يا ريت اذا اسمه حدا بيعرف ليش هي البلاطات تفصل الكبسه. اوكي رجعت هي فكت. لازم اذا حدا بيعرف
تساعدنا. حتى ماشيين ببطء، صوت المحرك مش طبيعي. ما انحرق، انحرق الشراع فوق. لم يبقى معنا وقود، لازم نعبيه. بس هتاخد هاي. لا وصلنا محل. هات هات هات. لازم نوقف هون، نعبي هاي. وهيك بنكون انهينا حلقة اليوم. وهيك يا شباب بنكون انهينا حلقة اليوم. اذا عجبك المقطع تعطينا احلى لايك، اذا ما كنت مشترك في القناة تشترك فيها وتعطينا رأيك فيها وتعطينا رأيك في اللعبة. والسلام عليكم.